مرحبا، انا معاكم علياء جوهر. اليوم راح اسوي سكين كير توتوريال لبراند استيلودر وان شاء الله راح يعجبكم. غسول بيرفكتلي كلين، طبعا ينفع كغسول وايضا ينفع كماسك، مناسب لجميع انواع البشره، ومع الاستخدام المستمر يساعد على اخفاء الحبوب اللي تحت الجلد. سيروم ادفانس نايت ريبير، هذا السيروم من استيلودر يستخدم على بشرة نظيفة، ويفضل انه يستخدم قبل المرطب. في ناس تستخدمه بالليل، ويعني هو افضل انه يستخدم بالليل، لكن ايضا ما يمنع ان تستخدمينه قبل الميك اب. ينفع لجميع انواع البشرة، ومع الاستخدام المستمر والدائم والمتكرر راح يقضي على التصبغات ويقضي أيضا على الخطوط الرفيعة. كريم مرطب من استيلودر، طبعا الحلو في هالكريم بنات انه مناسب لجميع انواع البشرة. يفضل انه يستخدم بعد السيروم، مع الاستخدام المستمر والمتكرر يقضي على شيخوخة ويجدد خلايا البشرة. كريم لمنطقة العين من استيلودر، طبعا بنات الحلو في هالكريم انه مع الاستخدام المستمر يقضي على الخطوط الرفيعة، وأيضا تقدرين تستخدمينه كماسك لمنطقة اللي تحت العين. بس أهم نقطة أن تعرفين وانتي تستخدمينه أن الطبطبة تصير من فوق لتحت أو لداخل منطقة العين.